تكرار من ايام في الثمانينات. لاحظنا ان المساجد، احنا في الفريق طبعا احنا في المنامه، لاحظنا ان المساجد تعتمد في مواقيت صلاتها على تقاويم من خارج البحرين، مثلا من الكويت، من قطر. ولان كان عندنا احنا في الفريق نفس ما تقول ناس كانوا دارسين هندسه وهالاشياء، كانوا يلاحظون ان يقولون اوكي احنا اذا اعتمدنا في مواقيت الصلاه على تقاويم من غير المحرك ممكن ان تكون في اختلافات، لان احنا نرجع في موقع خطوط طول وخطوط ودوائر عرض مختلفه، الشروق عندنا بيكون توقيته مختلف، الغروب عندنا بيكون توقيته مختلف، ليش نعتمد في مواقيت الصلاه على هاي التقاويم؟ فالدقه بتكون شوي يعني نفس ما تقول عليها اشكال، ما بنكون دقيقين. فجت الفكره ان لازم احنا في البحرين يكون عندنا تقويم يدرس نفس ما نقول الاشياء الشرعيه من الناحيه الفلكيه كمواقيت الصلاه كاستهلاك، ومنها بدات الفكره وتم طرح تقويم هذه كاحداث. طبعا المعوقات نقدر نقول انها ما كانت موجوده، لان بدات المساله كفكره وخلت سنين نفس ما نقول تهيئه، يعني ما بدينا من اول سنه بنصدر التقويم. اخذنا يمكن فوق السبع ثمان سنين بس مجرد دراسات. قدرنا في تقويم الهادي بعد كل هالدراسات التعبية اللي تعبوها المجموعة ان نفس ما اقول ان انا ثقة المجتمع البحريني وحتى من خارج البحرين، يعني في مناطق تتواصل وياهم يعتمدون على قوانيننا ومواقيت الصلاة او طريقة استخراج مواقيت الصلاة اللي احنا نعتمدها في تقويم الهادي. وطبعا يعني ولله الحمد ان خاصة في البحرين نقدر نقول التقويم الاول المعتمد من المساجد. في مراسلات بيننا وبين باقي التقاويم، لكن ما اقدر اقول كل التقاويم، لكن اغلب شيء بيننا وبين الجمعية الفلكية في التثقيف، يعني في زيارات متبادلة، في نطلع على مشاريعهم، على آرائهم، وهم يطلعون على آرائهم، وفي نفس ما نقول علاقة ودية بيننا وبينهم، يعني ساعات حتى يمكن نستعين فيهم ناخذ آرائهم.